اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، ولكن الحرص كل الحرص ان احنا نعمل اكلنا كل يناسب كل افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير من افراد الاسره. يعني معانا دبابيس الفراخ النهارده، الاطفال بيحبوها كريسبي، بيحبوها مقرمشه، بيحبوها مع الباربيكيو صوص مع الكاتشب. تعالوا نعملها النهاردة بطريقة جديدة مع الذرة الصفراء الحلوة، بما أن الذرة الصفراء كمان بيحبوها الأطفال، فخلونا ننسجم الاتنين مع بعض ونشوف نقدمهم إزاي بطريقة لطيفة وبسيطة وسهلة. معانا سجق بلد النهاردة، والطاجن ده طاجن بيتكلم مصري ولسان العصفور بالطريقة المصرية، إذا كان بيتعامل مع السجق، بيتعامل مع الكبد، مع الكلاوي. أنا هعمل النهاردة طاجن لسان العصفور بالسجق البلدي، أكيد له تركاته وله بصماته، والطعم التاني هنشوف نقدمه إزاي لحضراتكم. ولكن الحلو النهاردة سمع هس، معانا الموز البلدي، إزاي نجيب الموز اللي هو تقريبا نص سوى ونعمله مقلي بالكراميل، ممكن نعمله مقلي بالعسل، ولكن فكرة إن إحنا نقلي الموز بتوزبكس كده في قلب الزيت ويطلع لطيف وجميل، حاجة جديدة للأولاد وخاصة الرياضيين، لأنه غني بالبوتاسيوم وطبعا وقيمة غذائية عالية جدا. فخلينا نشوف ازاي نعمله مع بعض ازاي، وتقدر تضيف عليه سمسمة وعسل حسب الرغبة. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة بتوصلنا إن احنا نخش المطبخ بثقة ونعمل حاجة بسيطة سهلة ولكن بتتكلم مصري. اطرحوا بعيد تاني بعد الفصل. وزي ما شفنا مع بعض بنستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا، يعني عايزين لنا هدف من ورا الموضوع، ان احنا بنقول كل المكونات دي في متناول الجميع، مش جايبين اختراع. دبابيس الفراخ عند الفرارجي، او ان انت بتكون عندك فراخ مقطعه دبابيسه وبتاخد الصدور تعمليها في حاجات تانية، شاورما ايا كان. ولكن تعالوا مع بعض، ان اساس الشغل في تظبيطه كده صغيره واحنا بنستعرض المقادير. انا بعمل بوكيه جرنيه، انا عايز محتاج لشويه شوربه حلوين، اللي هي الحله بتاعت البيبه على النار، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصلايه حلوه، فيها فص توم متقطع شرايح، عود روزماري، عود زعتر حلو كده، بتبقى الميه عندي لطيفه وجميله، بتغنيني عن استخدم مكسبات طعم، يبقى الطعم طالع من بين ايادك اصابع ايدك العشره من غير ما تستخدمي اي مكسبات طعم. زي ما حضراتكم شايفين كده الصوره على الشاشه جاهزه علشان لسان العصفور او الصوص اللي انا هعمله للدبابيس. هنستاذن الأستاذة رحاب مقادير دبابيس الفراخ بالذرة على الشاشة. دبابيس فراخ صغيرة، وياريت تكون كلها حجم واحد، ما نجيبش دبوس صغير ودبوس كبير، لما نيجي نسويها نلاقي الكبير مستواش لسه والصغير استوى. معانا الذرة دي موجودة عند أي فكهاني، معانا زعتر، معانا طبعا البهارات بتاعتنا والثوم والبصل، البابريكا والملح والفلفل. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. حلو قوي. هنشيل لسان العصفور ده نخليه على جنب كده. وأول حاجة دبابيس الفراخ لازم طبعا تتغسل وهي سليمة، جبتيها من عند الفرارجي، جبتها من أي محل، تغسليها كده زي الفل. وناخد الدبابيس دي يا عم الشيف بسكينة صغيرة كده عشان ما نعورش إيدينا ونتحكم فيها، بنفتح فيها فتحة صغيرة. حلو الكلام. الفتحة دي بقى هي اللي هتخلي الدبابيس دي تستوي بسرعة وتبقى طريه كده وفيها الجوس بتاعها. من هنا كده ونحطها هنا. الفتحه دي بيخشها التوابل، بيخشها الصوص بتاعنا اللي احنا هنعمله بالشكل ده كده، اذا كان زبده، اذا كان باربيكيو.
الفتحه دي مهمه جدا، بتطلع لك الدم اللي ما بين العظم واللحم. الكفته علشان ما توقعش منك على السيخ، اولا تمر مرحله التبريد. بنجيب حته لحمه حلوه من عند الجزار هبره، ونجيب عليها دوش مفروم، وبعد كده لازم تمر مرحله التبريد. هقول لك على طريقه سهله كده بسيطه. بتجيبي معلقتين برغل، البرغل ده بتغسليهم بميه عاديه، يعني ميه بارده مش ميه سخنه، وبعدين تسيبهم على جنب لمده ساعه زمن، بتاخدهم كده بتطحنيهم او بتفرميهم مع اللحمه المفرومه. دي طريقه. الطريقه الثانيه لحته اللحمه اللي هي ملبسه زي الفل، خليها بس تبقى في التبريد كده، وتسكيها على السيخ بتاعنا، ولازم لما تشويها على الفحم لازم الفحم يكون جاهز ومولع، درجه حرارته كويسه، علشان لو الفحم اتولع واللحمه عليه طبيعي ان هي تفك. حتى لو بتشويها على جريلا وبتسخن الجريلا واللحمه عليها هتنشف منك وتفك، فلازم يبقى في صدمه ناريه سواء الفحم سواء الطاسه. الدبابيس الفراخ تبلناها بالشكل ده كده، تعالوا مع بعض نتبلها. تعالوا مع بعض، ادي معلقه نشا صغيره كده، شفت التركيه الصغيره دي كده بقى، وامسك الفراخ دي الدبابيس يا عم الشيف، اقلبها مع الخلطه دي. المخرج بيقول لي انت حطيت ايه؟ عايزين نعرف التفاصيل دي. حطيت بهارات، ولما بتحط بهارات البهارات دي رساله للاكله ان انا بحبها، فبهتم بيها شويه. بابريكا، شويه كاري، شويه كركم، شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه زعتر، معلقه نشا صغيره مع الثوم، عصره ليمون، وامسك الدبابيس كده اهو. الله عليك. وعندي طاسه على النار شديده الحراره. احطها كده تسخن معايا شويه. بالشكل ده كده اهو. كده الفراخ اتبلت التتبيله الحلوه اللطيفه الجميله، تقدر تخليها في الثلاجه شويه. تستخدمها دلوقتي وتسويها مفيش مشكله. حلوه زي ما هي كده. ليه حطيت معلقه نشا يا شيف؟ نسال السؤال ده بلباقه بخبره فنيه طهويه، علشان النشا ده هيساعد على تماسك التوابل والخلطه اللي انا حطيتها على دبابيس الفراخ. زي ما هي كده، والطاسه بتاعتنا سخنه، بنحط فيها شويه زيت مع مكعب زبده. اللهم صل على النبي. والنار نعليها كده يا عم الشيف اهو. في طريقتين للسوى. الطريقه اللي انا هسوي بيها ديت علشان الدوره بتاعنا، فهحمرها في الطاسه. في طريقه تانية ان انا بحطها في صينيه وارصها، واحط معاها برضو طريقه حلوه هتعجبك، واحط معاها شرايح من البطاطس وادخلها الفرن تستوي. وشرايح البطاطس هنا تكون متقطعه صغيره، ما تكونش متقطعه كبيره. علل ولماذا؟ علشان البطاطس تستوي مع دبابيس الفراخ، يبقى لازم في نسبه وتناسب كده يا ابو حميد. الفراخ اهي بتتحمر، اكله تخش المطبخ تعمليها بمزاج. نستاهل. انا شخصيا بحب دبابيس الفراخ. لو قلت لي يا شيف بتاكل ايه من الفراخ، سواء بالملوخيه بقى او الملوخيه سواء مشويه، احب الدبوس ده. تحس ان اللحم فيه صوص كده زي اللوز، هي مزاج اللوز. حلو قوي. دي انا مش هرمي دول، انا عايزهم دولت كده، هعمل تركايه كده. ميه بتغلى اهيت اهو، شفت ده المطبخ، واخليهم على جنب استفيد بيهم. بس الفراخ تتحمر او الدبابيس تتحمر، بنزل عليهم بشويه الايه؟ الميه دول. حلو قوي. نيجي لموضوع الذره، واحنا مع بعض كده واحده واحده. ادي الذره بتاعنا اللهم صل على النبي اهو. فاتح دي كويس الله حلوه. كمان واحد. يلا ناخد الكوز الثاني. الحاجه بتسال جايب ده منين؟ ده الصعيد فيه الذره وفيه الرز وفيه القمح وفيه كل حاجه. اللي بيروح الصعيد بيلاقي الخير كله. تعرف ان الذره ده طازه وحلو ازاي؟ اول ما تلاقي الجمار اللي جوه ده زي الفل كده، سهل التقطيع مش ناشف. اخبار الدبابيس ايه؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض. طيب بس عايز اقول حاجه قبل ما اجاوب ابو حميد. يعني لما حد بيتصل من الساده المشاهدين المعجبين، اعتقد ان في بينا دلوقتي عشره، فبنحس ان احنا بنتكلم نفسنا. يعني في بعض يكلمني وانا مثلا بشتري المشتريات بتاعتي، او ان انا بتعامل مع الجمهور بتاعي، بيقول يا شيف وغازي بنحس انك انت قاعد معانا جوه البيت، وانت يعني واحد مننا. فده طبعا انا فخور طبعا بالشهاده دي وبالكلام الحلو ده. تعالوا مع بعض نقلب دبابيس الفراخ. حلو. مرة واحدة واحدة كده، أنا الأكلة دي بعملها بمزاج. يا نعم. التونة، البيتزا بالتونة، حاضر. عجينة البيتزا لأبو حميد. كوبايتين من الدقيق يعملوا صينية تقريبا، بنحط عليهم شوية زيت زيتون
معلقه خميره ومعلقه سكر حتى ذوبان الخميره في السكر. وبعد كده بنعجن العجينه بتاعتنا بشويه ملح، ممكن نحط شويه حليب او علبه زبادي عشان تبقى العجينه طريه يا ابو حميد، او لبن رايب. وبعد كده العجينه نسيبها تتخمر مرحله اولى نص ساعه، وبعد النص ساعه نفردها في صينيه، وبعد كده نسيبها تاني 15 دقيقه حتى تاخد البصمه بتاعه الصينيه. نجيب التونه نصفي ميتها كويس مش عايزينها، ونخليها كده التونه السليمه، يفضل التونه السليمه. نجيب التوبنج بتاعنا اللي هو صوص الطماطم اللي خدم عليه صح، بصله وتومه وزعتر، وبعدين نحط التوبنج بعد ما يستوي، ونحط التونه مع فلفل الوان مع زيتون مع جبنه موزاريلا عالم البيتزا، وعنوان البيتزا ده اساسي، ونسويها في الفرن. وعشان خاطر اللغه العربيه الفصحى وعميد اللغه العربيه طبعا طه حسين الاديب طه حسين رحمه الله عليه، هنعمل لك البيتزا بالتونه يا طيب. معانا الدبابيس الفراخ بتستوي، ومعانا الذره بتاعنا، ومعانا شويه البهريز الحلوين دول، هنحطهم كده على الطاسه وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. اهو ده يلا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بالذره الحلوه اللي انا بعشقها دي، تستوي بقى ويا سلام لو خدمنا عليها في الشوربه بتاعتها زي ما انا سلقتها كده في البوكي جارنيه، طلعت وهي مستويه حطيت عليها مكعب زبده كده حلو وش رشه ملح صغيره، يا ويلي حبيت الذره فيها سكريات بتعمل مزيج ما بين الزبده والملح. انا واثق دلوقتي عايزه تقومي تعمليها لاولادك وتاكلي منها، لطيفه وجميله. وعلى فكرة الذرة الحلوة دي مش بتعمل مشاكل مع الكولون خالص، خلي بالك، عكس لما بناكل مثلا ذرة فشار أو كده، لا ده هادي وزي الفل، السكريات بتاعته حلوة وفيه ألياف ومفيد جدا. ده الذرة أهي أهي أهي، الصورة الحلوة، الصورة الحلوة من خير أرضنا تتحدث عن نفسها، الذرة الصفراء الحلوة أهي زي الفل. أنا مش هحطها دلوقتي على الفراخ، أهو إحنا بنسوي الفراخ هنا، أهو شايف البهريز اللي نازل من الفراخ ده كده، عايزه انا. هتقولي لي القوام ده جاي منين؟ فاكرين ولا ناسيين النشا اللي انا غلفت بيه الفراخ قبل ما احمرها، هو اللي مديني القوام ده. هسيب الفراخ على النار والذره لان محتاج شويه سوى. ادي الطاسه بتاعتنا او الكسروله اللي هتخش الفرن اهي، ومعانا الدبابيس اللطيفه الحلوه، اللهم صل على النبي، تعالي يا حلوه. الله، مستوية؟ جرب وانت تشوف، ما خدتش وقت، وانسى للدم بين اللحم والعظم مكان خالص. شفت الموضوع لطيف ازاي؟ تخش المطبخ كده مزاجك حلو، تشربي القهوة بتاعتك، دايما بقول كوباية الشاي الحلوة اللي بالنعناع، تبقي رايقة وفايقة كده، هتعملي الأكل أحلى أكل. الصوص ده بخليه عايزه انا بعدين، لازم الرصه الحلوه دي كده، العين بتاكل. خلي الصوص ده هنا كده، ناخد الدوره بتاعنا الحلوه، الله اهو اهو، ايه الجمال ده يا شيف، ايه الحلاوه دي يا شيف. الطبق ده الاولاد لما يشوفوه على السفره بجد هينجذبوا ليه، لأنهم بيحبوا الدورة الحلوة دي كده. ممكن مش بياكلوا الفراخ، بس بالتأكيد من جور السعيد بيسعد، يعني لما الاقي الفراخ اللي بيحبها، قصدي الدورة اللي بيحبه معاه دبابيس الفراخ الحلوة دي كده، أكيد إيه هتعجب. أهو دول كفاية، أنا هسيب دول كده عشان أنا بحبهم مع الزبدة والليمون. الصوص بتاعنا أخباره إيه؟ مضرب صغير كده،
الله، وناخد شوية شوربة من الشوربة بتاعت الذرة، نحطها هنا كده وأقلب كده، أشيل الروزماري ده من هنا خلاص. واظبط الطعم بتاعي بعصرة ليمون حلوة. حلو قوي طعم هنا بقى. وانا شغال شوف بقى التركية الحلوة دي اللي هتعجبك قوي قوي قوي، معلقة عسل يجعل ايامنا كلها عسل، قولوا ان شاء الله. حاجة بتوصلنا كده للايه؟ طعم مميز. زي الفل. ما عندكيش عسل حطي معلقتين سكر، ويفضل سكر اسمر. نقلب كده ناخد القوام الحلو ده يا عم الشيف ينزل على الدور. اللهم صل على، يلا يلا الصوره الحلوه بالطعم المصري. لازم اللون يبقى فاتح كده عشان تفاصيل الاكله تبان. زي الفل. درجة حرارة الفرن عادي عندي، باخد الصينية دي ادخلها الفرن شوية زي الفل كده. عينية دلعها. انا مستنيك تقول لي. هناخد دي زي ما هي كده في درجة حرارة الفرن عندي 180 ونحطها في الفرن. عينية زي الفل. لحظة الوداع. نطلع الدورة بتاعنا ده كده نحطه هنا، وناخد السجق ندخله الفرن عشان مطلوب مننا نسمع كلام الكبير ونطلع فصل. الله الله على الحلاوة. ده مكانه هنا.